صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ بخير، شكرا على الكومنتات الزوينه. اليوم عاوتاني مع فيديو اخر ان شاء الله، نتمنى تكملوا حتى الاخر. لايكات جيمات، الله يشافي كل واحد، الله يوقف مع كل واحد اللي ما عندوش وليدات، الله يعطيهم له، الله يعطيه ذريه صالحه فضلا ماشي امرا. مرحبا بكم عندي في القناه، وكنشكركم بزاف على الكومنتات الزوينات خوتي خواتاتي، كلشي شكرا لكم، الله يشافي الجميع والله يوقف مع الجميع، هادشي اللي كاين والله يهدي ما خلق. المهم مشى الساعات نديرو ورق اخرين، بعدنا ما نديرو خمره دوك نجريو ماشي مشكل. المهم على صباحكم مبروك، دابا راه الصباح غنوض ان شاء الله نمشي نجري، والعشاء راه طيبتو البارح، يعني الغدا درت العشاء وغدا طاجين، انا نوري لكم راه طفيت علو تنجيو عاد نسخنو ان شاء الله بحول الله. كنتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخر. دابا حبيت نشارك معكم هذا مرحبا، هذا راه الثاني، هذا ماشي درت الاولى اللي ساليتو، هذا من الصباح للصباح عمو كيما كتشوفوا هو هذا، شوفوا ها هذا اللي فيه الثومه، هاي كتشوفوا الثومه كاينه لداخل وزيت العود. انا نهبط الكاميرا باش تشوفوا اخوتي، شتي ها انتم اخوتي، هي راه فيها الثومه لداخل. بسم الله غناكل جوج ونوض بما لبست حوايجي باش نخرج ونوريكم الطاجين ونمشي نوريكم ان شاء الله في غدا. غدا الطبيب ناخذ سيتا والحمد لله راني فوق. بسم الله هذه وحده، هاي ما عرفتش قد الزيت شتيها، ها الزيت ها هو كيبان لكم. ملي ما تمشيت عاد نفطر شويه عاد نخرج باش نمشي نكمل الوريقات تاعي. نتمنىكم كملوا اخوتي الفيديو حتى الاخر، مرحبا بكم عندي في القناه. هذه الثانيه وهذا اللي شاركت معكم ديك النهار، حتى هو فيه الشريحه والزيت ولكن هذا بالليل كناخذ عشق صغيره في الليل، وهذا جوج نصوصات الشريحه كبيره حقاش هي كبيره، ولا كانت شريحه صغيره خذوا جوج صغار، ولا كانت شريحه كبيره كنقسمها انا وندير فيها الثومه هاكا الثومه هاكا. هاد الوصفه راه لحالكم، راه مزيانه لقيت على راحتي داكشي، باش انا راه تسالات لي الاولانيه دابا درت الثانيه داكشي. بغيت نقولكم اخوتي مرحبا بكم عندي في القناه، نطلع الكاميرا فمي ولا مزيت. المهم كما قلت لكم اخوتي دخلوا لي القناه كملوا الفيديو حتى الاخر فضلا ماشي امرا. نشكركم على الكومنتات الزوينه وخليكم معايا حتى الاخر، حقاش اليوم عاوتاني غنمشي باش نمشي نقاد طريقاتي على حسب الصاك اللي سرقوا ليا. واش نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي تا الصاك كرفسني غير انا، هادشي اللي كاين ما كاع الاوراق خصني نصايبهم ونقادهم وبزاف د الحوايج، ولكن الحمد لله وشكرا اللي جات مع الله مرحبا بها. هادشي اللي كان اخوتي خليكم معايا حتى الاخر اوكي، فمي ولا مزيت ما تعكوش عليا. صباحكم مبروك. ها انتم اخوتي الطاجين هو هذا، راه طيبته البارح في الليل، ها هو شتي باش تعرفوا جامد، راه البارح طيبته في الليل. حنا ما غناكلوش كله، النص ديالو غنديرو في طاسه كما قلت لكم، درت فيه الزيتون والحامض والجلبانه، بغيت نقلي شويه البطاطا ونديرو فوق منو مرحبا. المهم كما قلت لكم اخوتي هذا هو الطاجين ديالنا، حيت قفله هذا هو الطاجين ديالنا. اش نقول لكم عندي ما يتقضى، دابا غنمشي داك الشريحه اللي كليت دابا غنخليها تهبط شويه باش نمشي نفطر شويه ونبدل حويجاتي تنرجع. قبل ما نسخن الطاجين نسخنو كنحيد نصو نديرو في الطاسه نديرو في الثلاجه، باش حقاش حنا ثلاثه الناس، انا بنتي وولدي ثلاثه الناس، هذاك الشيء علاش باش طيبت، حقاش ملي غنرجع مع ثلاثه ولا جوج ولا على حسب. هذا الفيديو راه غنقادو في الليل ونقدر نلوح لكم غدا ان شاء الله، خليكم معايا حتى الاخر اخوتي خواتاتي. شكرا لكم على الكومنتات الزوينه وربي يخليكم ليا وينوركم، شكرا اخوتي العزاز. انا رجعت لكم حباباتي خوتي خواتاتي، كما كتقولوا فطرت بدلت حويجاتي، انا غنمشي الرحله ديالي النهار ديالي كيفاش غندوزو غنشاركو معكم، ولكن غنشاركو معكم بالحق نحيد الصوت في الزنقه لحقاش تيكون صداع للطوموبيلات والطوبيسات. المهم ديال السير
والهضره وداكشي. المهم رايبي في المغرب انا عارفه عزيز عليكم، ما حبيتش يعني غابت نبارطاجي معكم حقا كلشي شغل هوا بالنسبة لحد الكزاخ اللي طراي بيا ولوليداتي. الحمد لله والشكر لله، مرحبا بكم عندي في القناة. تنكون ترجع ندخل للدار وديك الساعة نكمل معكم التصوير اخوتي خواتاتي. اما هاد الفيديو اللي غندير في الزنقة غنوريكم اشنو درت وشنو فعلت، ولكن غندخل فيه غير الموسيقى. نتمنى لكم تكملوا الفيديو حتى الاخر. مرحبا بكم عند سعيدة، سعيدة تي في ميكس. مرحبا بكم اخوتي، فضلا ماشي امرا كما تنقول لكم ديما، وشكرا لكم والحمد لله والشكر لله والله يشافي كل واحد. خليكم معايا حتى الاخر انتما معايا. شكرا لكم اخوتي. انا 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 صاحي نايم وانتي على بالي، ما في اي احد تاني غيرك انتي في خيالي. صاحي نايم وانتي على بالي، ما في اي احد تاني غير، ما في احد قريب اللي بيننا. وي keep it on the low like we got the key. We can FaceTime, I can show you things. استني اليوم اللي تقول انا. انتي ناديني سيمبا وانتي نانا، ما تبي تكفي للمكالمة، تبغي غيري انا 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 انا. خيالي 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 خيالي. صاحي نايم وانتي على بالي، ما في اي احد تاني غيرك انتي في خيالي. انا 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 صاحي نايم وانتي على بالي، ما في اي احد تاني غيرك انتي في خيالي. صاحي نايم وانتي على بالي، ما في اي احد تاني غير، ما في احد قريب اللي بيننا. وي keep it on the low like we got the key. We can FaceTime, I can show you things. استني اليوم اللي تقول انا. انتي ناديني سيمبا وانتي نانا، ما تبي تكفي للمكالمة، تبغي غيري انا 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 انا. خيالي 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 خيالي. صاحي نايم وانتي على بالي، ما في اي احد تاني غيرك انتي في خيالي. على بالي، ما
في أي حد تاني غير ما في أحد قريب اللي بيننا وي Keep it on the low like we got the key We can FaceTime, I can show you things استني اليوم اللي تقول لا لا انتي ناديني سيمبا وانتي نانا ما تبي تكفي للمكالمة تبغي غيري أنا نا 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 خيالي 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 هلا غنقص قبل ما نسخن الطاجين باش نتغدانا ونجيب ان شاء الله الى الفطور نقص في الطاسه ندير طاسه نقص قياس اللي غناكلو باش ما نضيعوش باش ما يضيعش بسم الله كان غيطيح تعكش عليا خوتي ما بغيتش نخربق المهم هادشي طيبتو البارح وجدتو البارح باش ملي ندخل مع الطلا نلقاو من ناكل نلقاو من ناكل غير جبانه والزيتون وزيت الحامض هادشي اللي كاين نخلي داكشي قليل من وليداتي ناكلو انا ماشي بزاف حتى الطروفه شوفي واش بغيتي صدر ولا الفخد صدر ساره شنو بغيتي الفخد ولا صدر كيف كيف سلام لاباس عليكم بخير هانين كتعاونوا ما نخليو هاد الطرف الواحد تضيع حرام نبقى شويه جبانه ها انتما راه ما لصقنا والو ها هذا ربي شنو اللي كاين المهم هي طاسه خليتها ملحه حقهم في الجنه قدر يسخن يسخن مهم كنتمنى تدخلوا تشابونا ديروا لك الجيمات دابا هادا غنديرو في التلاجة بحال دابا اليوم غناكل المرقة اليوم واحد اليوم نجبدها نسخنها وناكلها ما نخليهاش معطلة في التلاجة باش متحمرش دابا غنشعل البوطة على هادا خوتي ها الطاجين كبير حولتو لهنا ها انتوما كي تيبان الطويجين ها هو كيسخن غناكل انا وليداتي المهم راه سخن غنحطو دابا كنت غنقلي البطاطا ساعة بلاش كنتمنى ديرو لايكات جيمات وقبلوا على الفيديوهات ديالي راه اي حاجه كنشاركها معكم انا راني خرجت في الطبيب خرجت للطبيب قبيله وخرجت على حساب كنقلب نيت على الكرا حقاش مور الدار بغا ضروره مازال ما لقيتش الكرا المهم نتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخر كومونتيرات زوينين لايكات كنبغيكم شكرا لكم شكرا لكم كنبغيكم بزاف كومونتيرات زوينين كما قلت لكم كنعاود الهضره بزاف المهم شوف لكم ماما ملصقه معايا ها نتوما شوف باش ما ننساهاش المهم تشكركم بزاف على التعليقات الزوينه هذا الفيديو غنقادو غنلوحو غدا ان شاء الله نتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخر مشيت للطبيب مشيت للموبيلاريا مشيت كديت شي مسائل المهم ما بغيتش نكثر لكم دوك الفيديو طبعا ما هضرتش فيهم غندير فيهم الموسيقى كملوا حتى الاخر حتى الفيديو اخر ان شاء الله كنشكركم بزاف تهلاو لي فراسكم شكرا شكرا واللي مريض الله يشافيه